المزبوط احنا الفكره يعني انه كيف نعمل احنا المسرح يكون هو فن معاش هو مش بس بالمسرح على خشبه المسرح فكيف نخلي المسرح يكون بكل محل بالشارع بالبيت باي مكان ويحكي الناس كلها مش لفئه معينه اخترنا احنا هون البيت مع كمان اصحاب البيت يعني اللي ساعدونا كثير وحكوا لنا بعض القصص حاولنا احنا نشتغل على مشهد مسرحي قصير ولكن ممكن يناسب كثير من العيال الفلسطينيه بدون ما نذكر اسم معين او حادثه لعيله معينه كان الاشي اكثر عام ولكن احنا حاولنا نحكي عنه كيف عن جد العيله الفلسطينيه كانت وخصوصا انه بالروايه الصهيونيه لما بيحكوا انه هاي ارض بدون شعب كانت وما كانش في حدا هون فهي اكثر انه احنا لا هون وقلنا تاريخنا وقلنا ثقافتنا وقلنا كل شيء. It's been really fun to work with this project because I felt like it was very much so also talking about the Palestinian history that you have to have a focus on this and that's what we took and we had this girl coming from abroad not really feeling the house feeling the people who used to live here and then the Fatin role that comes and feels the house and the people who used to live there because I think it's very important for Palestine to get connected to their heritage and their history. Excuse me, sorry. This house is under restoration, so you're not really allowed to be here. I'm sorry. Hello, the views. بس مش عم بتكلموا بالذكريات. عم نحكي عن الذكريات اللي كانت بهذا البيت لأنه أكيد كل بيت فيه له قصة فيه له ذكريات فيه له ناس عاشوا فيه هذا البيت كتير كتير قديم وفيه كتير كتير ذكريات وإحنا حبينا إنه نرجع هدول الذكريات إنه نذكر الناس إنه في إحنا موجودين هون وإحنا إنا من زمان هون وهدول اللي بيوت إلنا كسرتيها؟ ما كسرتها! إذا أنت كسرتيها ما تحطيها فيه! خلص بسرعة الجرفة حيزة بتوقع انه اول اشي العيلة اللي سكنت بهذا البيت لما تحضر هاي المسرحية رح تتأثر كتير عشان رح تتذكر حالها كيف كانت زمان والناس اللي ما عاشوا رح يحسوا بالتاريخ الموجود بهذا البيت كيف كانوا عايشين الناس رح يحسوا بالعراقة الموجودة بهذا المكان انا لما بدخل البيت هي بترغرغ اللي بتذكر كل اهل الحقيقة ان انا لمسوا مشاعري ومشاعر كل الحضور بحيث انهم حققوا هدف كويس استقطبوا الناس ونبشوه احاسيسهم بحيث انهم يحسوا انه بالفعل احنا ما زلنا شعب وطني فلسطيني بنحافظ على 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 اصولنا وعلى جذورنا العرض كان رائع جدا يعني الأولاد أبدعوا بالفكرة قدروا يوصلوا لنا فكرة كتير حلوة بسكتش كتير كتير بسيط والمدة كانت قصيرة بس قدروا إنه يوصلوا لنا رسالة كتير كتير واضحة ورسالة عريقة جدا رجعوا لنا بثواني للماضي العريق الماضي الفلسطيني الحلو في البيت القديم في أثارنا الحلوة طبيعة الحياة اللي كان يعيشها الفلسطيني بأكم من شغلة بسيطة سووها أحيوا فينا أشياء حلوة خلونا نعتز بماضينا ونضلنا محافظين عليه وعلى تراثنا الحلو كتير من خلال هاي الشبيبة الصغيرة اللي أنا بحب إنه كل حدا أكبر قطاع ممكن من بمختلف الأعمار إنه يشوفوا هاي الشغلة يعني أنا فخور إنه عشان
يمكن سيدي كان يسوي نفس الإشي أو في حدا من يعني عائلتي كان يسوي اللي أنا عم بسويه هلا يمكن. وعشاني أنا فلسطيني كمان بذكر الناس، بذكر مش بس إنه بلعب دور أنا أخلص التمثالية وأروح، لا جاي أعيش الدور أكون الدور عشان الجميع يشوف إيش كانوا قبل وزي. سنرجع يوما إلى حي ونغرق فيه.